دكتورة منى من القاهرة تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور، وبركاته. ازي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله. بنشكر حضرتك جدا جدا مشاركة حضرتك لينا النهاردة في اليوم العصيب علينا كلنا، يا رب. وبنشكر كلمات حضرتك الطيبة لمواساة أهلنا ومواساة شهدائنا رحمهم الله جميعا. يا رب ربنا. بشكر حضرتك جدا جدا جدا، حضرتك دايما بتشاركنا في الأفراحنا في الأعياد في شهر رمضان، بتعرفنا ازاي نتلقى كل هذه الفرحة جميلة حتى في اليوم اللي احنا كلنا زعلانين فيه. أنا سعيدة جدا إن حضرتك طلعت النهاردة، هديت من روعنا وهديت من أحزاننا. وإحنا إن شاء الله هنستمر في ده، لأن في الحقيقة مش بس إحنا ما عندناش مكان غير ده، لا ما حدش بيسيب نعمة ربنا، مصر دي نعمة ربنا، مصر دي نعمة ربنا علينا، فمش هنقدر نعمل حاجة غير إن إحنا نحافظ على نعمة ربنا. الله سبحانه وتعالى بيقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. استثمارنا في مصر وتنميتنا في مصر وحفاظنا على مصر ده شكرنا لنعمة ربنا علينا بهذه البلد. بنشكر حضرتك جدا كعالم جميل طلع النهاردة وشاركنا مشاعرنا كلنا، وإن شاء الله دعاء حضرتك مقبول للشهداء ولذويهم إن شاء الله. شكرا لسيادتك جدا يا فندم. عفوا دكتورة منى، الله يبارك في حضرتك يا رب. أستاذ خالد من الشرقية اتفضل. حبيبي الغالي وحياة ربنا، بنعشق حضرتك يا معالي الشيخ. الله يعز حضرتك يا فندم. دلوقتي انا حابب اتكلم عن الحادث الاليم اللي حصل امبارح. حزن شديد جدا في قلوبنا والله من امبارح بنبكي بسبب اللي حصل امبارح ده، وعايز اقول لهم كلمه، والله 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 ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا خالص. عندنا رئيس بطل، عندنا قوات مسلحه جامده، انت زمان دي انتهى خلاص، ايام الاخوان انتهى خلاص. دلوقتي بقى عندنا رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي، راجل شريف وراجل مؤمن، راجل بيصلي الفجر من غير حراسه، راجل ما بخافش من حد، احنا حبيبنا، راجل يعني انسان طبيعي جدا كانه من الشعب، راجل يعني بيقول لك انا اكل واكل الشعب، انا لو قادر ابطل واكل اني واكل الشعب انا اقدر اعمل دي كله يا اخي. ده راجل بطل والله والله والله، كتر خير الراجل ده، الراجل دي بيستحمل كتير واحنا بندعمه. وهقول لك كمان مره، والله 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 ما تعرفوا تاخدوا حد مننا خالص. احنا عندنا حتى اللي بيروح بيفضل، يعني احنا عندنا حتى لما حد بيذهب الى مولانا سبحانه وتعالى بيفضل على طول، ده بيفضل على طول، فاكرين اسمه وفاكرين وصفه وفاكرين كل الصفات اللي فيه، وهيفضل رمز من رموزنا ويعيش في حياتنا طول الوقت. معانا مين؟ احنا يا سادة لازم نفهم ان الحقيقة الكلام اللي انا بقوله كل ادي الناس، ادي احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فاهمين يعني ايه حياة، اللي فاهمين يعني ايه محبة، اللي ما فاهمين يعني ايه اتكال على الله، ويقين من ان الله سبحانه وتعالى لا يضيع الحقوق، ويقين من ان الله سبحانه وتعالى لما بيوعد وعد الله لا يخلف الميعاد، وعدنا بان هو ستظل البلد دي في رباط فتظل. انا عايز بس افهم الشخص وهو بيعمل الكلام ده يعني ايه اللي في قلبه، ان هو بيعاند ربنا يعني، يعني ان هو هيفك الرباط ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في اهل مصر. انا نسيت صحيح، اصل هو كل حديث ما بيعجبوش يروح مضاعفه ليه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مش جاي على هواه، بس انا جاي على هوانا ان احنا حضرة النبي بيحبنا، مش بس حضرة النبي بيحبنا لاجل ان بنته عندنا، لا حضرة النبي بيحبنا، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا، لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بشر بمحبة اهل مصر، فاحنا بيحبنا حضرة النبي، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا حاسين ان في بيننا وبين حضرة النبي علاقة خاصة ترجع لإيه؟ إن حضرة النبي كان فهمنا، حضرة النبي عارف إن إحنا أهل تماسك وأهل لحمة، وإن إحنا أبداً ما بنضيعش. فالحمد لله على إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، وإن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ قلوبنا بالنور والمحبة. يا سادة، إحنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ختم على أرض مصر بإن هي محفوظة، فإيه اللي حاصل؟ والناس هيلجأوا إليها لأن دي الجند الغربي. فمصر الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها من الأسرار، ولعل التجلي اللي حصل في الطور كان تجلي بيقول إيه؟ بيقول إن أرض دي جبالها وأرضها وكل حاجة فيها محفوظة بسر وصلها بالله سبحانه وتعالى. إذا كان جبالها حصل عليها التجلي فكل الأرض دي أرض مباركة،
أرض مباركة. ليه؟ لأن احنا عارفين كويس إزاي نعيش بالمحبة لله ورسوله.